مصر منتخب جنوب افريقيا مسكين الكره بشكل رائع في بدايه هذه المباراه، ثم الانطلاقه على الجهه اليمنى كيكانا والعرضيه خطيره داخل منطقه الجزاء. يا لها من تسديده قويه جدا الى ابراهيم، وجد المساحه خطيره عندما ياتي من بعيد، وصلت على الجهه اليسرى محمد امين عموره، تسديده خطيره يا بغداد. اوه يا بونجاح لعبت دور المدافع في هذه الكره، بينما تحذير بخارج القدم محمد امين. عموره اراد ان يباغت الحارس ويليام بشكل رائع، يغطي الكره ياسين، هذا المكسب، تمريره بينيه خطيره. ضاعت واحده من الفرص السانحه للمنتخب الوطني الجزائري، لكن يا سلام على ياسين، وماذا يفعله ياسين؟ ركزوا جيدا في ياسين، التمريره بينيه باتجاه بنزيه، فرصه وامكانيه، التسديده. صفر للمنتخب الوطني الجزائري. في منتصف الميدان ضاعت هذه الكرة حذارية ياسين لمصلحة العناصر الجنوب افريقية، التحضير على الجهة اليمنى، فرصة خطيرة وهدف التعادل. هدف التعادل لمصلحة المنتخب الجنوب افريقي بواسطة اللاعب تيمبا الذي تمكن من معادلة النتيجة والكفة. التمريرات القصيرة الجنوب افريقية دائما تيو ماكوانا على الجهة اليمنى، الانطلاقة السريعة لتيمبا، زواني حذاري من الاختلالات الدفاعية، فرصة وإمكانية، تسديدة قوية. بور سكي ياسين ابراهيمي اكيد ما نجمش نقول بلك عنده مستقبل ولا ما عنده مستقبل مع المنتخب، لا، ولكن في هذا الوقت راني حاب نشوف لاعبين اخرين. كي ياسين بنزيا؟ وي الله يسهل عليه، الله يسهل عليه. سي بون لا 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 ولا شيء، سيب من فضلك من فضلك، ماشي دائما نقولوا صرات مع اسلام صرات، خلينا في كره القدم وخلينا في اللعب. هذه سا سي دي شوز دو فيستيير، سي دي شوز دو تروك صاريف، بس صافي صافي فات ديزيميسيون دير توا مع اسلام سليماني اون سور بلو زيد باغي ديرو انكور كوم ديزيميسيون سور سا ريان سا اريف الى خرج الى تي با كونتون جيتي با كونتون هذا المكان. Déjà, je vais vous poser la question. Justement, Yassine, où est-ce qu'il y a exactement le problème avec le coach Mahdi? Il n'y a aucun problème. La seule chose que j'ai à dire, comme j'ai dit, alhamdoulilah, je suis content d'être là aujourd'hui. Et voilà, je suis motivé, c'est tout. Allez, va. Fernand Salara, wa sanoutabia. Tagirat al-mudarib Vladimir Petkovic. كرة ياسين دار به بشكل رائع، ربح المساحة ياسين، عرضية رائعة، كانت عرضية على مستوى منطقة الجزاء. جنوب افريقيا مرور سليم، تسديدة قوية، والهدف الثالث، والهدف الثالث للمنتخب الجنوب افريقي في غفلة دفاعية جزائرية مرة أخرى، وبالتالي أعتقد بأن الهدف صحيح للأمانة بالنسبة لمنتخب جنوب افريقيا في هذه الكرة الماضية.
بنزيان فاموز انت متيري على جمال بالعلم متيري على جمال بنزيان من الناس اللي قد في الجامع راه لهنا راه يلعب في الهند وقنا ولا في بنغلاديش الله يسلم عليك سي بون الثانية والانطلاقة تأتي من قندوسي تمريرة بينية باتجاه بقرار منصب بقرار يحاول المرور بالشق برايع بقرار بنزيان جهة اليسرى مهاري حاج موسى يساري خطيرة مرة بقرار انطلق الخطير هي يا بقرار هي هي يا بقرار ايتوري تمريرة بينية هي في الشباك لا 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 ضاعت حتى هذه الكرة مشاهدينا الكرام متابعينا اللحظة يعلن حكم المباراة التونسي أمير نصيف نهاية المباراة